الكالولا جات في البدايه جات من حوالي 25 سنه. 25 سنه اللي كنت نفكر في هذا الدومين تاع الاوتوموبيل. كنا نفكروا بروميرمون في لا كوميرسياليزاسيون دوتوموبيل. وين كنا في لي زاني اللي فاتوا ريبريزونتون تاع كوميرسياليزاسيون دوتوموبيل العلامات متعدده ما كانتش علامه واحده اللي من بينها كانت المرسيدس بنز كانت لوندروفر اللي راهم حاضرين هنا معنا وكانت فولكس فاجن واللي الحمد لله يعني بنينا سمعه لاباس بها وبدينا نديروا في لي فورماسيون تاعنا مع لي زالمون اشاك فوا كون جو بار اون الماني نحب نروح نشوف المصانع وكان واحد الاحساس يتحرك في الداخل نتاعي بوركوا نو با افوار اون ايزين كوم سا اون الجيري بوركوا ومن بعد بدات الفكره تظهر لنا باللي يمكن التجسيد نتاعها هنا يعني الفكره مش ولدت اليوم الفكره جات بعد سنين عديده بعد اعوام كبيره وانا نفكر فيها فكنت كل ما نشوف تكنولوجيا عاليه كل ما نفكر نقول بوركوا با افوار سيت تكنولوجيا اون الجيري بوركوا با ومن بعد بدينا كما كنت نقول لكم في لامبورتاسيون دو فيكيل اونتيير لامبورتاسيون دو فيكيل كامل كنا لو كان ما يكونش لاوت كام ما نجيبوش فحتى في صناعة السيارات لو كان ما لقيناش ان اسوسي سوليد افيكاس اي كي تري كوني مونديالمون موا سكو جو لابيل لو جيون مونديال لو جيون مونديال بايك اللي قبل بعد محاولات عديدة باش يكون بارتنر تاعنا بيان سور اللي دروك راهو يقول إلي فيير Ils sont fiers d'être associés avec nous. تقريب 3789 قطعة اللي لازم تركب كي نقولوا 3789 معناها سيارة راكم تشوف فيها تجي شاصيني ومنا على مدة قصيرة ما عادش نجيبوا شاصيني يعني راح نوليو نجيبوا قطع تاع الحديد وإذا كان قدروا يوفروا لنا لهنا المؤسسات الوطنية اللي راهي في الجزائر تقدر توفر لنا الحديد نتاع لا كاليتي هذه اون فا با امبورتي الحديد اون فا يوتيليزي الحديد نتاعنا هنا Bien sûr, avec les guillotines, avec les plieuses, avec les moules et avec la ligne de soudage qu'on va importer bientôt, la ligne de soudage et la ligne de peinture, c'est une ligne robotisée. L'intervention de l'être humain elle est très difficile. C'est des moules, donc la ligne robotisée, c'est pas facile de la maîtriser. Et bien sûr, une ligne robotisée, il y a des capacités. نتاع مناصب الشغل ازيد من 2800 منصب هذا في لانين نتاع السوداج وازيد من 1300 منصب في لانين دو بانتور دونك احنا لو ريف نتاعنا الحلم نتاعنا الحلم الاكبر نتاعنا ان نوصلوا المعدل ولا الرقم نتاع يد عامله اللي يتعدى 100000 وان شاء الله نوصل السيارة هذه في دول أخرى راهي تسوى أكثر من 2,300,000 بالدينار الجزائري نتاعنا احنا بفضل افيك بيان سور لي نيغوسياسيون بيان سور دي نيغوسياسيون اللي كبار بزاف افيك نوتر بارتنير وصلنا باش يعطيونا ان بري ريدوي بزاف ونقدروا احنا نبيعوا المستهلك الجزائري بسعر منخفض. السعر الحقيقي تاع السياره هذه لو بري ريال سي با لو بري ريال لا ديفان سي با سو بري لا. الديفان عندها ان اوتر بري خلاص باغ اكزومبل اون ايجيبت راهي تتباع بالقيمه نتاعها بالدينار الجزائري 230 مليون. الان راهي تتباع في الاسواق نتاع المصريه ب 230 مليون.
احنا عندنا نبيعها ب 125 مليون تقريبا نص السعر نتاعهم. وهذا بيان سور بفضل الرياده الحكيمه نتاع المؤسسه نتاعنا اللي تنيغوسي مليح باش جابت ان بري اللي ما بغيناش احنا نلوحوا في جيبنا، بغينا باش يستفاد منه المستهلك الجزائري. كل ما نجيبوا ان بري ناقص كل ما نعطيه المستهلك الجزائري هو اللي يستفاد. L'exportation vers, premièrement vers la zone, vers l'Afrique et vers la zone MENA, لتبادل العربي الحر، لأن فكرنا أون في نيتيود لقينا باللي يدفعوا جمركة تاع مينيموم 32% 32% ويدفعوا تي فيا ثاني تاع 19%، دونك لا فالور تاع الطونوبيل تاع السيارة تطلع ب 51%. كي نبيعوا لهم احنا سيارة مصنعة محليا راح يكون عندهم إعفاء من هذا الجمارك هذه. كي يكون عندهم إعفاء راح يكونوا رابحين. كي نديو احنا ان بورسونتاج دو 25% من الشيء اللي كان اعفاء يبقوا دائما هما رابحين، دائما راح يديو 26%. دونك بوركوا على واش ريفيزيو ما كانش واحد اللي راح يرفض الربح، كل الناس تفتش على الربح لان هذه عمليه تجاريه. فكي تناقش معاه مع الفكره يعني كانت ترحيب كبير وراك تشوف فيهم الفرحه تاعهم، جاوا حتى لعندنا باش يحضروا معنا لينوغيراسيون تاعنا. المشاريع في المستقبل القريب اوني اون تران دو نيغوسي avec une marque, une autre marque internationale, on a eu un pré-contrat. On ne va pas annoncer maintenant avant qu'on termine. راح يكون ثاني إن شاء الله تصنيع ماركات أخرى اللي هي ماركات بحال هذه الماركة هذه عالمية وراح نجيبوها من قارة أوروبا إن شاء الله. ça sera pour très 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 bientôt.